أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة الدخول إلى بيوز جهاز HP بالإضافة إلى طريقة الإقلاع عن طريق CD-ROM. طبعا للتأكيد الجهاز هو جهاز HP، كما نشاهد رقم الموديل إليتبوك 8570، إذن رقم موديل الجهاز الذي بين أيدينا. إذن نقوم في البداية بتشغيل الحاسب، ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F10 كما هو الحال في جميع لابتوبات HP. طبعا أصدقائي بعد الضغط على زر F10 والدخول إلى البيوز الخاصة بهذا اللابتوب، سوف ننتقل إلى التبويب التالي System Configure. بعد الدخول إلى هذا التبويب سوف ننتقل إلى Boot Option. كما نشاهد سوف ننتقل بهذه المنسدلة إلى الأسفل، حتى نصل إلى هذا الخيار Legacy Boot Order. بالدخول إليه طبعا عن طريق زر الانتر، بالضغط على زر الانتر سوف ندخل إلى إعداداته. طبعا بعد الدخول إليه سوف نقوم بالانتقال بين هذه الأدوات يعني المدخلات أو CD-ROM أو الهارد أو ما شابه عن طريق الصعود والنزول بزر الصعود والنزول. طبعا بعد اختيار الأداة التي أريد الإقلاع عن طريقها، مثلا أريد الإقلاع عن طريق USB Hard Drive مثلا Flash Memory أو ما إلى هنالك، بعد الوقوف عليه كما نشاهد بالضغط على زر الزائد والناقص سوف أصعد بها للأعلى. إذن بالضغط على زر الزائد سوف أصعد بها للأعلى مثلا، طبعا هذا مثال، أو أريد أن أهبط بها إلى الأسفل عن طريق زر الناقص. بعد رفع الأداة التي أريد الإقلاع عن طريقها، مثلا USB CD-ROM والهارد الفلاش ميموري مثلا، ومن ثم الهارد ديسك وما إلى هنالك، الآن أريد هذه هي الإعدادات التي أريدها. بعد الانتهاء من ذلك بالضغط على زر انتر ثبتت الإعدادات لدي. بعد أن قمت بتثبيت هذه الإعدادات يمكنني الآن الضغط على زر سيف الحفظ. هل تريد الحفظ؟ نعم أريد الحفظ. بعد الحفظ يمكنني بالضغط على زر اسكيب الخروج أيضا. بالنهاية يطلب مني حفظ الإعدادات. طبعا بهذه الطريقة أنا قمت بالتعديل على البيوز الخاصة بهذا الجهاز لكي تقلع عن طريق CD-ROM أو عن طريق الفلاش ميموري. كما نشاهد أنا وضعت CD للإقلاع وقد قامت اللوحة بالإقلاع عن طريقه. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.